إذا مشاهدينا، أجواء كأس العالم قطر 2022 موجودة في كل مكان، حتى في مخيمات اللاجئين، فلم تمنعهم الحرب ولا الأوضاع المأساوية الصعبة من التعبير عن فرحهم بقرب انطلاق المونديال، ليؤدي أطفال مخيمات اللاجئين السوريين أغنية أرحبوا بنسختها العربية وبنكهة سورية خاصة. وتداول العشرات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأغنية، تعالوا نتابع. ينضم إلينا عبر الإنترنت من ريف إدلب الصحفي السوري محمد خير حك، أحد القائمين على النسخة العربية لأغنية أرحبوا بنكهة سورية طبعا، وبصحبته الطفلة السورية فاطمة اليوسف إحدى المشاركات في الأغنية. أهلا وسهلا محمد. أهلا أخي أحمد، أهلا بك، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية كذلك، وأريد أن أعرف منك كيف كانت أجواء أداء هذه الأغنية، وكيف استطعت التحكم والتدريب في أداء الأطفال بهذا الشكل؟ طبعا الله يجزيكم الخير. طبعا أول شيء نحكي عن فكرة الأغنية. طبعا أنا مدرب للأطفال، مدرب بالغناء والموسيقى، فلمعت الفكرة براسي، جيت على المخيمات وحبينا نشارك قطر التضامن معهم من أجل كأس العالم، وقدمت إلى المخيم والتقيت بالأطفال الرائعين اللي شفتوهم خلال الأغنية. استصعبت الموضوع بداية، لكن في اليومين الأوليين لقيت الموضوع أسهل بكثير، لقيت قدامي أطفال مندمجين جدا مع الأغنية ومنفتحين جدا وتعلموها خلال يومين، فالحمد لله الأطفال كان ناقصهم هي الفرحة حتى يشعروا، حتى يطلعوا من جو الكآبة وجو المخيمات اللي هن عايشينها. طيب، أريد أن أتحدث إلى فاطمة. صوتك جميل يا فاطمة في الأغنية مع بقية الأطفال، يعني قولي لنا عن تجربتك في الأغنية، هل كنت سعيدة وأنت تشاركين؟ هل لديك رسالة من وراء أداء هذه الأغنية مع أطفال زملائك في المخيم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فاطمة عبد السلام يوسف، عمري 10 سنوات. حبينا الأغنية اللي إحنا ورفقات قعدنا حفظناها صرنا نغنيها، وإذا أدخل نغنيها هلق نغنيها. هتغنيها في طيب غنيها يا فاطمة، خلينا نسمع منك ونشوف الأداء تبعك. يلا شوي. هلا 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 يا الله حلو مرحبو، هلا 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 يا الله حلو مرحبو، هلا
هلا هلا يا الله حيهم الحيهم، هلا 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 يا الله حيهم الحيهم. غني للي تحبه، خلي القربة وجنبه، اللحظة اللي كلها ما هي والله صعبة. غني بصوت عالي ما يوقفك للتالي، احنا وانت كورة ونغمتنا لا لا بالحب تريرنا، شرق وغرب عقل وقلب كل الفرحة ارحبوا بالحب تريرنا، شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا. ويا باهر ميقو هلا بيكو مرحبو، كل منا بملعبو، هلا 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 يا الله حيو مرحبو، هلا 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 يا الله حيو مرحبو، هلا 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 يا الله حيو مرحبو، جميل جميل صوتك، جميل يا فاطمة. لا هم شطورين طيب. ما شاء الله عليهم. طيب أريد أن أسألك، هل يمكن أن تستثمر هذا النجاح لهذه الأغنية في أغاني أخرى أو مشاريع فنية أخرى، خاصة أن الفن رسالة ربما له تأثير أكبر في إيصال؟ صار عندي دافع كبير. نعم، بس بدي أخبرك أنه نحن حبينا نشارك هاي الأغنية حتى ننقل الصورة عن معاناة هدول الناس وننقل للمحافل الدولية ونورجيهم أنه هون في ناس من حقها أنه تفرح، في أطفال هون ما بتعرف معاناة كأس العالم، من حقها تشاهد هذا، من حقها أنه تشاهد كأس العالم، من حقها ترجع لبيوتها، من حقها أنه تعيش. ف خلال تدريبي لهدول الأطفال أعطوني طاقة إيجابية كبيرة جدا، كبيرة جدا يعني. فهذا الشيء شجعني إني إن شاء الله رح أستكمل تعليمي لهم، مو بس في هاي الأغنية يعني، رح أحاول معهم في أغاني جديدة وفي إن شاء الله أعمال تانية بإذن الله تعالى يعني. فهن إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، كل التضامن وكل الحب. طبعا أريد أن أسألك وأسأل فاطمة عن متابعة المونديال، هل فاطمة ستتابع المونديال وكيف؟ هل الموضوع متاح لديهم في المخيم؟ إحنا أطفال سورية حبينا نشارك أطفال قطر بهاي الفرحة. جميل، على كل حال شكرا جزيلا يا فاطمة وشكرا محمد. بدي بس رسالة في هاي الكرة اللي ظهرت في مقطع الفيديو، حبينا نحن ننقل الفرحة من أطفال سوريا بهاي الكرة البسيطة الممزقة مثل الأحوال الأطفال اللي عم يعيشوا في هاي المخيمات الممزقة من الداخل، اللي ما يعني المتروكة في هذا المكان في برد الشتاء وحر الصيف، وننقل هاي الكرة لملعب قطر وننقلها للفرحة اللي بقلب قطر. أعتقد الرسالة وصلت من خلال الأغنية لقطر وللعالم كله بلفت الانتباه إلى معاناة هؤلاء الأطفال، وكانت بالفعل مشاركة يعني مهمة جدا ومفرحة في نفس الوقت، تعبير عن الألم بهذه الفرحة وهذا الفن الجميل. وصلت الرسالة، أشكرك جزيل الشكر محمد خير حك الصحفي السوري وأحد القائمين على النسخة العربية لأغنية ارحبوا باللهجة أو اللهجة السورية، وشكرا لفاطمة كذلك.